احنا كفلسطينيين بجوز من اكثر الناس اللي عانينا من الارهاب بنوع كامل، من دوله عم بتحاول تبتلعنا للاخر، واحنا شاعرين فيكم، شاعرنا في كل لحظه، لانه مصر هي دائما خط الامان في الوطن العربي. قديش كان احساسك وانت بتقدم خيره الشاطر بهي المسؤوليه الوطنيه، مش بس لمصر، كمان لكل دول العربيه؟ جزء اساسي من المصريه، يعني being Egyptian او ان تكون مصريا، جزء اساسي من تراث مصر وثقافتها. واحد، النظرة الإنسانية الشاملة، يعني ما ينفعش عندنا نقول مثلا إن إحنا دخلنا في حرب مع بلد، أي بلد، ما ينفعش ندي أوامر بإنه هنخش يقتلوا بقى النساء في هذه القرية والأطفال بس، ما ينفعش، يعني ده جزء أساسي مننا. في جزء أساسي، في حاجات مبنية عليها الشخصية المصرية، هي دي الهوية بتاعتها. جزء أساسي من الشخصية المصرية النهاردة هي المحيط العربي بتاعها، يعني ده إيه؟ لو لازم تكونوا موجودين لو كنتوا موجودين مثلا في مصر في 2000 ده كنتوا صغيرين قوي، بس يعني لو شفتوا لما عن انتفاضه الولاد الصغيرين اللي في ابتدائي طالعين، مين قال لهم يعني صحيح، غير انه مشبع بحاجات معينه جوانا في ترتيبه كده، انت دائما محتاج لعائله، والعائلة دي هتاخد منها وهتديها، وبقى هتديها اكتر، لازم انت هتستفيد من انها بس لازم يبقى عندك ده. على فكرة انا هقول لك حاجة يا خالد، اسمح لي في الكلام اللي بتقوله ده، هايل جدا، هي فكرة ازاي جيل الصغير كمل الرسالة. ده بيت للكل الحقيقة بيعمله، ومن اول من السنة اللي فاتت لو تفتكري ياسمين حكاية شيخ جراح جت ازاي، مين اللي شالها؟ دول شباب عمرهم 14-15 سنة،